ما أخذ معي أي وقت. المهم يا بيان، الباقي عليك. أنت تسوين نفس يعني إيش من الكتابة، تسوين لك إيش كذا مصدومة، ها؟ كيف؟ يعني مثلا نعم؟ إيش؟ إيش اللي بيني وبينك عشان ترسل لي كلام زي هذا؟ إيش اللي بيني وبينك؟ ترسل لي قلب أحمر؟ ترسل لي قلب أحمر؟ هذا يسمونه تحرش صريح، ولازم أشتكيك. طيب أهم شيء بيصيح ولا لا؟ يا بنت حلال، ما اتفقنا على أنه يصيح أبداً. لا لا يا بنت الناس، حنا قلنا نخليه يرسل قلب أحمر. طيب وتهددونا برفع قضية وتقولي له تنازل عن مي وانت نازل عندك. بيض الله وجهك على هالأفكار، والله انك ما قصرت يا تركي. المهم يا بيان، تراني إلى الآن ما سجلت خروج في حسابك في تويتر. طيب وغيرت الرقم السري خلاص، خلال ساعتين يا بنات، ساعتين أبي كل واحدة منكم تحول لي 10,000 ريال، وإلا أبدخل على حساب هاني طيب وسب حساب ما عمره شافه طول عمره، وتصير بدال القضية قضيتين. باي. الله لا يوفقك يا تركي، هذا شيطان يمشي على الأرض. يعني أنا ما صدقت أترزق ب2000، بنص ساعة أصير مديونة ب10,000؟ من وين بتجيبها له؟ ألقم يا سليمان، مسوي تايت قبل الحصة، بالأخير رجعتك 6-0. يا حبيبي والله ما تشد الفوز لما معنا العرس الدلخ ذا. أنت المختار، وش سوي لك؟ ما بقى إلا هو، لو بخلي الباب فاضي يصرف لي. يا أخي بدر النط صعبة. من الشحوم اللي فيه. خفف، شوف لك دبرة. يلا، بقر الضحكة. بس يا ولد أتوياه. أنتم شفتوا اللي سبت مي، بغى ياخذ منها 50,000، لولا ما تدخل تركي، هذا غير الاثنين اللي سبوه واشتكاهم. الوضع يا عيال صار كذا، استفز الناس بدون ما يمسكون عليك ممسك قانوني، وإذا سبوك راح اشتكهم واطلب المبلغ اللي تبيه، وبعد شهر أو شهرين أبد عندك عمارة تجارية. وش رأيكم يا جماعة نسوي حملة توعوية ننبه الناس من السب فيها؟ أيوه، انبعجت السالفة. مخرب راتبك غبي أنت، ما تفهم؟ حنا الحين ما صدقنا على الله إلا قيلنا مشروع جديد، تقوم أنت تقفله في وجهنا؟ يا أخي وش فيكم؟ يا عيال كم مرة قلت لكم، كم مرة قلت لكم إلا قطع رزاق يا عيال. حنا لازم نستغل درعمة الناس وتصرحهم بالسب والشتم، ومن وراهم نطلع قروش. واللي غلط يتحمل، حنا ما أجبرنا أحد على الغلط. يا عيال لازم نتحد ونتعاون علشان مشروعنا ينجح. وأي مشروع عشان ينجح يحتاج له تضحية، ولا لا يا شوكو شوكوفتا؟ يجي انتوا تبغونا انا وكوفتا نخرج برا الموضوع عشان ما نخرب مشروعكم بغبائنا. هو شيء جميل انك اعترفت بغبائك، بس تراك فاهم العكس مره، انتوا كوفتا اساس المشروع. احنا كيف؟ الله يا كوفتا، وش ذا الرزه، وش ذا الكشخه، صدقني صورتك بتكسر الدنيا. عادي اسوي لك حركات. ايه نحتاج الحركات، ورنا. وش رايك فيها؟ زي الزفت، بس هذا المطلوب، استمر. ها وش سويتوا انتم؟ تبغوا ابتسامة ولا بدون؟ ايه ابتسم. يلا 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 يلا. والله يا هو السست، بيجيك كمية ذب لا نهاية. أهم شيء أنت عزوز ركز، لو تشك بنص كلمة سب، صور الشاشة على طول. عفا عليك يا عامر، محسوبك راح يقفطهم لك تكفيط حب قلبك. شفت الكوميديا دي؟ راح أطلعها من ظهوره. يا شباب، كفتة وشكش يسوونا توكيل أنا وعامر، وحنا نرفع القضايا ونجيب حقوقهم، والفلوس نتقاسمها بيننا. قولوا تم يا عيال. تم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الصحه؟ ما في كحه؟ ان شاء الله تمام بدون زكاه. جبت لكم ضيف ولا غلطه. ابلش، ما مداني اكمل تعليماتي. وين خليه يتفضل، حياه الله. ما راح يخش الضيف الا ما تتوقعوا من هو. جو الفوزير هذا ما يمشي معنا، اخلص منه. مشهور معروف، باهي الطله، جميل الابتسامه، وسيم المحيط. جورجينا، جورجينا في عينك. اقول لك مشهور يعني رجال، تقوم تقول لي جورجينا؟ قفل على الفزوره يا شيخ. اتفضل يا ضيفنا العزيز. مساء الخير. من ذا؟ ابتحرك طلعوا ما يعرفوني. شنو ما يصير كتل العصير يا عيال؟ ده ما عرفتوا يوسف عبد الله الهمور الاتحادي اللي في تويتر، خوي المحياوي وعزيز بن خالد ووحيد. اها عرفت، اي والله نفس صورته في الافاتار. تفضل تفضل، حياك الله. معاد مشهور، اعرفك على اصحابي عامر وكفت ابو الكفاتي، صالح وياسر، واخيرا وليس اخرا شكوش. يا الود جاب سامي من فيصل معكم. ها من الغدرة يا شكوش، طلع اسمك سامي مخبي علينا. اسمع، ترى مالهم بتويتر حقين واتس. تشاو في له سكر؟ ايه بوه وزيادة بعد. معليش مسوي دايت. احسن، مو لازم. اطلع ما يسري يهري. دافع يا سامي. اقول لك، من زمان تعرف عزوز؟ اوه من زمان، من ايام الحارة. بعدين كان عندي شغلة في الرياض، فقل نطلع سوا ونتخاوف الخط و... بالك يزب، انت ما تبغى تدفع حق التذكرة صح ولا لا؟ تذكرة الطيارة، تبغى تروح بلوشي. حرك الارباح شوية اهو. لا تحط في ذمتك، اقول لك طالعين نتسلى اهو. لا تعال، كان جبت وحيد معك. ما يقدر يجي، محشور مع بنت ملك بيبي ستر. وش عندك بذاب رياض؟ تجارة ولا مراجعة مستشفى عيون؟ لا جاي أحضر معرض اسمه أرض التطبيقات. يعني بتشتري آر؟ ما عليك منه، كمل كمل. هذا الإرسال عنده والاستقبال مضروب، يعني درج درج. ما عرفت الدرج؟ درج اللي كده تفتحه وتحطه فيه الأغراض. عرفت. أيوه يرجك. لا يا سيدي، هذا معرض رياليتي شو، التطبيقات اللي تشوفها في الجوال بدل ما تشوف في الجوال تشوفها في أرض الواقع. والله فكرة. طيب نقدر نجي احنا والعيال؟ تقدر تيجي ونص. الله يحييكم كلكم بعد. أنا مالي بلين تقولوا ذا، تخصصي معارض سيارات وتمويرات. أنا ما أمشي مع الأشكال هذه. كفتة قوم نلعب بلايستيشن. هيا. طيب يا سامي، بكرة تيجي تستشيرني في الفئة وأسحب عليك. بالنسبة لي يا عيال، أنا أستأذنكم، بدي أروح للعيال في منفوحة، وحشوني كثير. أما أنت يا يوسف، المكان وعرفته، رسلت لك اللوكيشن على الواتساب، اعتبر العيال دول أصحابك الجدد والمكان مكانك. يلا سلموا لي. أيوة لزقنا فيه. كل حاجة؟ لا لا، أقول متى نروح أنا وياك ياسر للمعرض؟ يلا مشينا، حياكم. مستعجل؟ إيه يلا. هم بعينه هالمريض الحين، هالوسخ ما يستحي من زوجته يوم إنه يقول هالكلام؟ يا بنت الحالة، هذا كان متزوج أصلاً. هالأشكال تقول الكلام من حرمة توجس، تلقيها طاق مليون باب وكلهم ردوه. المشكلة يا بنات، وجهه يقهر. ذا الوحيد اللي المفروض يدفع مليون ريال مهر. يع الله يعين اللي بتكون معه. أخ يا بنات، قهرني قهرني، ودي أرد عليه بمقطع أشرشحة شرشحة. إي والله تكفين برد قلبي. لحظة بس، شلون تطلعين بوجهس؟ إي عادي حبيبتي، أنا طالعة أقول حق وأوقف هالأشكال عند حدها. كفو بردي حراتنا. تركي، إذا جاك شيش قدم ستة وطير ياسر. زهلة يا أبوي، لعبتكم ذي مخيسة. هو بيض، طلعها من السجن ودخلها السجن. لا يا عيال، لا لا أحد يجيب طاري السجن رجاء. أنا إذا جبت طاري السجن أتوتر أتوتر. هذا تنويع مو بلعب. عاد المفروض أنت أكثر واحد متعود، لأنك زبون قديم. يا ما طلعناك من الناصرية ومن الملز. هيا هيا شدها. هيا نوريكم. كله منك أنت، وجهك يغث غثيان. لا عاد تقعد جنبي، طس.
أنا ما دخلني. يا أبو إيش دخلوا كفتة؟ أنت خردة ما تعرف تلعب. وجيهم بين فهرة يدافعون عن بعض. كله منك يا غبية. مش دخلني أنا، أنت اللي صورتي. خلاص اذكر الله. تعالي يا ميبن حلها. فضحتونا يا مام الطقاق. ادخلوا جوا. مشينا. يلا 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 سيبك منهم يا ابوي. تعال. يس يا فقي، من اولها كذا فرض ما تجلس هنا. كيف العب ضدك؟ قوم هنا ياوا. انا والله ما قصدت، بس هو قهرني وعلق بفيديو البنات قالوا لي ردي وانا رديت. دقيقة ما فهمنا وش السالفة. هذا واحد حط فيديو بتويتر وتكلم فيه عن المهور، وحنا مرة انقهرنا وما يردت على الفيديو. طيب وش المشكلة؟ قلنا لها يا مي استهدي بالله، يا مي وش لك بالمشاكل، بس هي تحمست وقامت تثبتها في المقطع، وهو راح حفظ المقطع ورفع عليه قضية إلكترونية، واختنا في الله زعلت وفصلت علينا. والله قضية؟ وعزتي لك تبي تسجنين وانت توت بزهرة شبابك. سجن؟ لا لا فعل الله ولا فعلك. خلاص انت الثاني خلاص. طب استاذة مي انت ايش قلتي له بالزبط؟ يمكن ما عليك حاجة، هو بس كده يبقى يخوفك ويصير الرعب فيكي. وريهم وريهم. وكلامك هذا مردود عليك يا حقير يا منحط يا سافل. اوف 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 يا حقير ويا منحط ويا سافل. سافل يا حبيبي ورجال خير. مو بوقت فاتك يا تافه. لا شوف هاي. لا لا انتبهي، نحافظ على الفاضله زين. ترى تافه ذي عليها 6 شهور بس. فكوني انا هديت. خلاص اسفه والله اسفه. والله الرجال من حقه يزعل ويشتكي عليك يا استاذه مي. دوبي بحث في الانترنت كلمه سافل تعني في اللغه جدير بالاحتقار، شائن، غير اخلاقي. والله رحت شربه يا مي. اوف 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 اوف. والله شوفي يا مي، مالك الا انك تدفعي له مبلغ ويتنازل عن القضيه. كم يعني؟ في ناس تطلب 30-40 ألف، وفي ناس تطلب شيء ما ينطال. بعطي اللي يبي، لو ابي سيارتي، اهم شيء افتك من السجن والفضيحه. اذا نتوجه لسفير الشريطيه الاستاذ صالح. المايك عندك. والله ذي تنام على 60-65-70 إذا ما جه هرشوش. أوف 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 أوف. ما لها دخل. إيه صح. سلامات يا مي، وانت قاعدين من غير سيارة؟ يا بنت الحلال بقلعة هالسيارة، أهم شيء تفك عمرها. بس على شرط تعطيني 10,000 ريال. إيه، وش تكتيكك يا أبو تكتيك؟ تكتيك اسمه فك وافك، يعني أبي واحدة منكم غير مي تعطيني حسابها في منصة إكس تويتر سابقاً، وتسجل اسمها وصورتها، وأحلكم الموضوع خلال 2 ساعة. وين طاقيتي؟ هنا تحت، خذها وارجع الحيط. ارجع أتحمس. ها أوكي أنا بعطيك حسابي، بس أبي من 10,000 2000. والله ما أخذ منها إلا أنت يا سوسة. معناها المبلغ ارتفع ل 12,000. موافقة؟ تستهبلون انتم؟ على اساس قدامك حل ثاني؟ خلاص وافقي. ايوه طيب، المعجم موجود ولسان العرب كمان. حلو. طيب لو طلع السب الانجليزي؟ ولا يهمك، موجود الكشري. عز الله اللي رحنا كشري. هذه 5 مرة أعدلها لك يا عامر. اسمه ديكشنري. اللي هو الزبدة أنه موجود معي. يا الله ولا متى تبدأ مباراة؟ يا شباب نفس عميق. بسم الله. يا جمالة يا جمالة وترك الليلة جمالة. الرجال خفيف، رد عليه بسرعة. كفو يا تركي، العب بالضغط العالي، نبي نسجل من أول الدقايق. بيان تعني إبداع المقصود باللفظ حسن ومنطق فصيح. ماشي يا عيال، ما فيها شيء.
طيب وش فيك شادها؟ قال اسمها عادي، مو بكل شيء تراجعه. شش عيال خلوني اركز. اوف 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 بالخبره دي تروك. السطر ذا يا عيال اعرفه، يتم فيه استدراج الخصم لاخراجه من مناطقه ثم الارتداد عليه مثل لعب الهلال. يا ذا الليل الرجال مطول يبي يسولف. قل له انت متزوج ولا عزابي؟ هذا المحامي اللي يسجنك وينسجن معك. ورا ما تسكت يا كفته. قربت زلقته. يا الله يا رب هذه، يا الله يا رب. شكلهم جابوها؟ والله من أصواتهم وصراخهم إلا جابوها. بس شلون كذا بهالسرعة ما شاء الله؟ الحمد لله طلعت لي 2000 من السماء. قومي خلينا نشوف شو السالفة. يا بنات كل شيء تمام؟ الرجال زلق على طول ما أخذ معي أي وقت. أنتم شفتوا اللي سبت مي بغى ياخذ منها 50,000 لولا ما تدخل تركي. هذا غير الاثنين اللي سبوه واشتكاهم. الوضع عيال صار كذا، استفز الناس بدون ما يمسكون عليك ممسك قانوني، وإذا سبوك راح اشتكهم واطلب المبلغ اللي تبيه، وبعد شهر أو شهرين أبد عندك عمارة تجارية. ها وش رايكم يا جماعة نسوي حملة توعوية ننبه الناس من السب فيها؟ ايوه انبعجت السالفة. وخر براطك غبي انت، ما تفهم حنا الحين ما صدقنا على الله نلاقي لنا مشروع جديد تقوم انت تقفله في وجهنا. يا اخي وش فيكم يا عيال؟ كم مرة قلت لكم، كم مرة قلت لكم إلا قطع رزاق يا عيال. حنا لازم نستغل درعمة الناس وتصرحهم بالسب والشتم، ومن وراهم نطلع قروش. واللي غلط يتحمل، حنا ما أجبرنا أحد على الغلط. يا عيال لازم نتحد ونتعاون علشان مشروعنا ينجح. وأي مشروع عشان ينجح يحتاج له تضحية، ولا لا يا شكو شكوفتا؟ يجي انتو تبغونا أنا وكوفتا نخرج برا الموضوع عشان ما نخرب مشروعكم بغبائنا. هو شيء جميل انك اعترفت بغبائك، بس تراك فاهم العكس مرة. انت وكفته اساس المشروع. احنا؟ كيف؟ الله يا كفته، وش ذا الرزة، وش ذا الكشخة، صدقني صورتك بتكسر الدنيا. عادي اسوي لك حركات. ايه نحتاج الحركات، ورنا. وش رايك فيها؟ زي الزفت، بس هذا المطلوب. استمر. ها وسويتوا انتم؟ تبغوا ابتسامه ولا بدون؟ ايه ابتسم. يلا 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 يلا. والله يا هو السست بيجيك كميه ذب لا نهايه. اهم شيء انت عزوز ركز، لو تشك بنص كلمه سب صور الشاشه على طول. عفا عليك يا عامر، محسوبك راح يقفطهم لك تكفيط حب قلبك. شفت الكوميديا دي؟ راح اطلعها من ظهوره. يا شباب كفته وشكوش يسوون لنا توكيل انا وعامر، وحنا نرفع القضايا ونجيب حقوقهم، والفلوس نتقاسمها بيننا. قولوا تم يا عيال. تم. أنا بكل من تضرر في نفسيتي وما راح أسامح من تنمر عليا. خلاص صجيتنا عاد. خلاص خلصنا؟ إيه. ياوا كل واحد تنمر عليا وأي أحد أساء لي
تم حصر جميع الشتائم من قبل المحامي، واللي أهله ما ربوه القانون يربيه. أبي حزن أكثر. حزن؟ خلاص كذا حنا بناكل القضية. احتياجات الفريق واضحة من بداية الموسم. سلطان الغنام مو هو معطيك نفس المستوى طول الوقت، يمكن ينخفض مستواه. شلون ينخفض مستواه؟ شلون يعني؟ يمكن ينصاب، يمكن ينكسر، يمكن يتعور. تكه ويضبط الإعلان، عصب أكثر طول المساحة. يعني شلون؟ شلون فريق مثل النصر عنده الدوري وعنده آسيا وعنده كأس الملك ويدخل الموسم بحارس محلي؟ شلون يا مشاري؟ شلون؟ فهمن؟ شلون يعني؟ ما هو جاي لك نواف. ما أقول شيء بنواف، ونعم والله يوفقه ومجتهد. كل الأندية جابوا حراس أجانب، حتى الهلال ضحى بالعيوف وجاب حارس أجنبي، ولا كلامي غلط؟ غريبة، مو بهذا اللي كنت تمدحونه وتقولون إنه ولد ناس؟ انت من كلمك يا طاقية يا هلالي. يا شباب على طاري الحراس، ما حد يبي مندي وفوقه ما ادري شو مجانا. وعلى طاري مندي، يا عندي لكم تطبيق بياض وجه، عز الله انه يبيض وجهك ويجملك عند رجال. الذبيحة تجيك لقدام باب بيتك مقطعة جاهزة على طلبك. اطلعوا فوق رتويت ولايك المثبتة وتدعوني. افا كذا الغاز. لا تكفى الا الشاهي، أنا ما أقدر أكمل معكم نقاش بدون بيالة شاهي. دق على مرسول. أحنا داني؟ حي والله هالعين، ما همدانا نطريك إلا جيز. بالله قطع غاز، خذ لها أسطوانة وتجيب أسطوانة جديدة. أبشر، بس عندي سؤال. سم. ليش ما تتصل علي إلا إذا أسطوانتك خلصت؟ أنك ما شاء الله عليك، تقول وتطول. أبد، بالخدمة، بس عادي تطلب شاورما، برجر، قهوة. تراني حالي حال غيري. أوصل من مطاعم وبقالات وصيدليات اللي ودك. أجل جيب لنا عشاء وانت جاي. أبشر. عاجل عاجل يا جماعة، خبر ترند طازة تو صاير. في واحد متعديل على بنت في بقالة مفلم، والبنات حشرة. المقطع ما له حل، منتشر. يلا يلا قوموا قوموا، ايش قاعد تحترون؟ يلا خلوه بسرعة. ما لمست شعرها، لمسطرحتها بس. من قال انا لك حق تلمسطرحتها يا قليل الادب اللي ما تستحي؟ انت متسلط وسايكو. سايكو؟ وش ذي؟ شركه؟ نسوي الطقطق، جعل البنت اللي تحرشت فيها في البقاله ترفع عليه قضيه. يا بنت الحلال وش دخلس الحين؟ هو تحرش فيس ولا فيها؟ يا النكبه ما تحرشت بحد، تبي توهقني انت؟ اعقم. خوي اعترف عليه. يا راسي يا الغباء. بنات لازم كلنا نوصل لحساب البنت اللي تعدى عليها المرض ونخليها تشتكي عليه. انا اعرف واحدة تعرفها ومعها بالشعبة واسمها لمار وتدرس مستوى ثالث. ايه وسيارة سواقهم انوفا. ايوه حتى سواقهم بيشتكيني. اقول خندزة بس القسم الاول، انا هنا تمسخرت يا ابوي. ها عرفت قيمتي الحين. تكفى تكفى، شوف لي اي حل. جاك الدعم. وضعهم معي ولا مع البنات؟ هذول ما حد يعرف لهم، في منطقة محايدة. طيب نبي تعزيز يحسم المعركة. مشكلتك ما بقعت إلا يوم السبت، الناس مشغولين في السبت الممتاز، لكن بحاول أشوف لك. أما الرواشنا هنا وش عندهم؟ شيك اللي هناك، شكل في إعلان حدثات. شباب خويي متهشتق ومحتاج وزعتكم. يو عرفت هذا اللي غطى وجه البنت في البقالة؟ يا شيخ والله انك كفو ودندون اسطورتي. اي والله يا كبر الحب. تعال يا ابوي، وش ذي الحركه؟ يعني انت قوت. اوه يا عامر يا حبها، ايه العظمه دي كلها. طبيعي بتعززون له يهطوف لأنكم سبايك مثله. الطيور وعلى أشكالها تقع. سوي قايل حكم الحين، ما عندكم إلا ذي إذن حشرتوا. وبتجيك الثاني هتقول لكل ساقط لاقط.
أقول سد حلقك أنت وياه وتقلع وشوف لكم حياة ثانية. وش السالفة؟ وراهم دزوا، عندكم فسحة؟ ما تدري، الحين وقت توزيع الأرباح. وهذولي ورا ما راحوا؟ هذول مساكين، ما غير يحطون لايك وريتويت، ما لهم في الأرباح ولا شيء. يعني طفاراها. ناظرس شلون تجرأت تسوي كذا؟ أقول لسداي قزز قز وأنت ما تدري. يا ربي بنجن، شلون تسمح لنفسك تلمسني؟ مو شغلك أصلاً. يناظرني ما يناظرني، أنت مو مسؤول عني ولك علاقة فيني، تفهم؟ والله ما لمست منس ولا شعرة، بس نزلت الطرحة. عمي يعمل عدو إن شاء الله، وجهي ولا وجهك، هذا أنت قاعد طالع فيني، وش تفرق؟ أنا طالع علشان أتكلم معس، بس هو نظراته حادة. ناس وقح وقليلة أدب، أقسم بالله. شيل أقراضي ما دام. والله قدحت له يا عيال. كان ودي تطول الهوشة. والله انت مشكلة، انت خرب علي زبون. قصدك خربت عليك القزقز يا اللي ما تستحي، حتى انا ماني بشاري منك. ودي انتفك. ما كان لها اي داعي لاجتهادات يا ابوي. مش دران انها بتزعل، حسبتها بتقول لي شكرا. طيب كان جبت الاغراض معك، والله يا نفسي فطيرت الزعل. يا ابوي انا عندي مبادئ، حسبني زيك، ما همني الا باطني. احمد ربك انها ما استقعدت وراحت تشتكيك. اقول وقف وقف بس، وقف. أهلاً وسهلاً، حياك الله، تفضل. أهلاً وسهلاً، حياك الله، تفضل. هذه لي؟ إيه؟ يعني عادي أدخل؟ إيه عادي. Thank you. دحين يا شباب وصلنا أول قسم، أنتوا ادخلوا وانبسطوا وتفرجوا، وأنا بنظركم لين تخلصوا. يا أبوي إيش اللي تفرجوا؟ لا تدخل مع بعض، رجلي على رجلك. لازم؟ مش المشكلة انك ما تدخل معنا؟ المكان هذا مو جوي. اقول بس امش، انت اللي عزمنا بالاخير تخرب الجو. يلا نعيش التجربة كلنا مع بعض. يا الله وش الفقر اليوم؟ اليوم فقر يا هلا بي جوي وجوائي. استانست ها؟ اموت بالتطبيق. عامر شوف ذاك يطالع فيك. يا الله يا الله، اي والله يا رجل، نفس الثوب ونفس الطاقيه. وش السالفه يا شيخ؟ الله يبرد سبدك، عجبتني يوم سحبت حجاب البنت وغطيتها علشان ما يتعمل فيها هذاك السافل عديم المروعة والقيم والمبادئ والأخلاق. وش دراك؟ شلون ما أدري، مقطعك ترند في كل مكان. أنت الحين صرت رمز الشهامة، رمز الرجولة. اللي أنت وش اسمك؟ عامر. لا، أنت من اليوم اسمك الساتر عامر. الله يستر عليك دنيا وآخرة. الله يسلمك ويخليك. ترى عامر صديقي مرة. والنعم فيك وفيه يا رجل. وأنا خويهم. هذا خويكم؟ إيه خوينا. ليه؟ يا شيم ما اخترت، هذا من أعدائنا يا رجل، من أعدائنا الحسدة اللي ما خلى واحد بحاله. حسبي الله ونعم الوكيل. إيش بني هو؟ والله إني حبيب، ترى مالي في المشاكل. معليش يا عامر، خليه يطلع برا. ما قلت لك يا عامر استناكم برا؟ واصلا انا اللي ما اتشرف اجلس معاكم هنا يا شحاتين يا تافهين يا حقون. كبسوا كبسوا، يلا برا، روح صيح بالهاشتاج بتويتر. انت بطل، انت مثال للشاب الصالح، انت الساتر عامر، صاحب المبادئ والقيم، الله يكثر من امثالك. انت اليوم تستحق التكريم، اليوم بندخلك البث ونبيك تاخذ الاول طرق طرق. العموم
اليوم كلنا ندعم عامر واسمه من اليوم الساتر عامر. عامر 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 عامر. شكرا. لا داعي لا داعي. اتحداك التطبيق البطل. الفول يا رجاله. الفول يا بيبو. ديشا طمنا عليك. صباح الفول حبيبي يا بيبو. عامل ايه يا ريس؟ مبارك يا عيال. خلونا نجلس هنا، لا حد يعرفني ولا حد يعرف سالفتي. شفت اللي حصل في السعوديه؟ قول لي. بيقول لك في واد اتحرش ببنت ما اعرفش في بقاله ولا في دكانه. يا راجل اهو هو ده. ابلش عزمنا عيال. خد يا عادي نسوي سكيب لذا القسم. سكيب مين يا ابو سكيب؟ زي ما اجبرتني ادخل معاك ذاك القسم والله تدخل معايا هنا. عامر لا تخاف، اساسا ذولي مشغولين بيومياتهم، ما اتوقع يدرون عن سالفتك. صراحة أنا جداً متعاطفة مع البنت، أكيد تأثرت نفسياً بعد الشيء اللي صار معاها. أنا أشوف إنه مخطأ، لكن تصرفاتي ما هي باللي. طالما هي طلعت من البقالة ولا قالت شيء، ما لها داعي نكبر المواضيع. الله لا يبلانا، تدخلون بأشياء ما يخصهم. قبل ما أتكلم على المقطع اللي انتشر، اليوم أنا جايبة لكم خصم مرة فظيع. هني على الجراحة، ستر وجه البنت، حطها متحرش، ليه الظلم؟ ايوه اجل مشغولين بيومياتهم ها يا محلل المحتوى. يا حظك يا عامر، ما توقعت انك مشهور هالدرجه. لوني منك لستانس. لا يا شيخ، شايفني درج تسلك لي. لازم نعرف ايش اسباب التحرش وكيف تجيه الجرأه انه يتحرش في بنت في مكان عام. تكفى تكفى تهز الرجال، لا تسوي سكب. عندي لك عرض ياخذ العقل. تبي عطر يحشر ام اللي في المجلس ويكتم خشومهم؟ هذا العطر راح يميزك، ولو ما عجبك تقدر تسترجع فلوسك. تتصل علينا وفلقني ردين عليك. وش تحتري؟ ارفع الشاشه فوق. صراحة شباب هاليومين صاروا مرة أوفر. يا أبوي العالم كله تترزق على حسي. واضح إنها مجي وغير واعي. أيوه خزلت والله. حتى أنت تسلفين عني. أنت هنا؟ غريبة، اليوم خليتني قفلة سنابك. بالعادة تحطين صورة تصبحون على خير. أهلا وسهلا بالكريم ابن الكرام. ايوه ايش عندك انت؟ بيض الله وجهك على فعلك الطيب، وابشر بمكافأة مني 50,000 ريال. اما عاد 50,000 وينها؟ هاتها. ما راح اعطيك اياها الحين لين ما اسوي لك عزيمه معتبره يحضرونها كل المشاهير ووجهاء المجتمع. لا يا شيخ، تبي تدلني وتصورني وتعلم كل خلق الله انك معطيني هديه؟ انا طالبك اللحيه الغانمه انك ما تردها، واذا يعني ملزم تردها وما تباها اعطنيها. يا ويل قلبي منك ويلا يا اخوي. انت فشلتنا. ايه فشلتنا، يوم انك ما تعرف للعلوم والسلوم. اسكت. ايه يا قدمي هذا المكان مسحوب عليه من ايام اف اف. ابوك يا الغبار. هاي فل عليك شيكلي على ريم المكاحيل. اقعد. توها تنزل دموعك جعلها تكفير نوحي. الله يسامحك ما بي ادعي بلحظة غضب. اسلام يا جو الشأتات. في غيابك كل الملا عندي اغراب. ما حدنا بقربه ولا أحد يبيني. لا تجرحيني مسكين. يا طيب، مجلة فواصل قفلوها ولا باقي؟ راحوا وانا عايش وحيدا لحالي. اكيد بيروحون وبتقعد لحالك وحنا بنمشي بعد. الله خليك لحالك. ها الا قولوا لي متى الاجازه اللي بين النصفين؟ ما ادري عنهم. اسال عيالك هم ادرى. يبا تقصد بين الترم الاول والثاني ولا الثاني والثالث؟ يعني الحين ما تدري احنا باي ترم؟ انت الحين ما تدرين احنا في اي ترم؟ لا والله ما ادري. انتم الحين ورا ما تردون علي، متى الاجازه؟ ما ادري والله، بس يقولون المتروفيتش مصاب. الساعه المباركه اقصد
الله يشفيه الله يشفيه. يما بلاك بينك بيجون الرياض عادي احضر حفلتهم؟ ما سمعتوا يقولون فيه قردين في الشفا اطمروا على ذاك البيت وعثوا فيه دورون موز؟ ما دريته. وش عن؟ يقول هنا شاب داخل بقاله وطق له بنت، وش عشانه؟ عشان حاسبت قبله وهو جاي قبلها. افا عسى ما تعورت. الا يقولون صك البنت على جبهتها طلع لها صارير ثم طاحت على رف التونه. انا عاد هنا ملعبهم الافلام والبهارات. الله لا يوفقه. الله يرحمك يا صاحبي تشاهد مدودو عليك. جعلها السلال وجعلها الصخونه بعد. جعلها الساحد والماحد ورصاص متلاحد. وجعلها ان شاء الله يشوفها في خواته. امين. امين. ايوه راحت فيها نوم. سلامات تالفون قصص تدعون على خلق الله، طب اسمعوا مني اول. وش نسمع منك الداشر؟ هل حين تطق البنت وتهينها وتبينا بعد نسمع منك؟ اقسم بالله ما ضربتها يا عم، انا كنت في البقاله وانا ماشي كذا الا اشوف الكاشير راح البقاله يقز بالبنت قز يقز فيها، انا ناظر يا ولد هذا يقز ولا ما يقز، الا هو يقز الزبده، جاتني الحميه كذا وانا اللي اخذ طرحتها وارميها على وجهها، قسم بالله ما مسكت شعرها، والله العظيم ما مسكت شعرها، انا قصدي الستر والله العظيم. سوا كالة تلعب لي كالة من أمس هرب لك شيرية ولال عشان تجيني شوكة تنزل كالة عف الله فيني يا أبوي ألعب له شوكة يا أبوي ألعب له شوكة خليني أعرف إني نام مو دخلني أنا قلت ما عندك شوكة طلع عندك شوكة إيش قلة الأدب اللي في لعبك هلا والله عامر ايه بالاستراحة كلنا بالله وينك تعال شوف الحفلة اللي قدامي ها بشر خلص عيدكم ولا باقي ياسر ياسر تكفى خلها يجي مع مواله بالحلال ذبحنا السكر من المغرب وحنا نعلف فيه كلها كلها كلمة كلمة السلام عليكم. عليكم السلام. عطنا 15 شاورما دجاج طبقة واحدة شطة كاتشب مايونيز وعشرة شاورما لحم واحد كيلو كباب دجاج واحد كيلو كباب لحم واثنين كيلو شيش طاووه وثلاثة حمص واثنين متبل واحد بابا غنوج. ما شاء الله عازم الرياف كلها. تنكت انت وجهك بعدين اذكرك اكثر من كذا وش انت مسوي؟ هذا نظامك كم حسابك؟ 850 ريال. هذه 1000 ريال. 45 دقيقة بجهز طلبك. جيب لي بالسيارة. يا محمد تعال تعال. هذه عيديتك. شكرا مدير. عفوا. عطنا واحد مانجا واثنين فراولة وواحد رمان وواحد برتقال اثنين جح وعطنا واحد مشروب فحم وواحد تكميم كندر. حسابك 150. ددير بد ددير بد دربد 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 دربد. اطلخوا يا عيال ولا شيء بالخاطر. جبت المطعم كله. خوي الخوي اللي عن الناس. ما يحتاج تكمل عارفينها. كفتة جيب الأغراض الباقي من السيارة. يا صديق جيب السفرة. شامم ريحة أكل لذيذ مرة. الحمد لله كثر الله خيرك يا عامر. ثاني مرة لو جاكل أنت أبو ما تصحوني. هون جاي تتغدى بالرياض. الحين ينزل لكم أحلى شاهي خادر. عيال هذا ابو عبيد يقول لا تنسون دار الاستراحه. كم يبغى عشان احول لك؟ يعني كم كالعاده يا ابوي. الله يدني كفته اللي يجيبها كاش صار يحول. الله يخلي جدته عايشه. من كل قلب خير
أحلى عيد ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد كل عام أتحداك اللاين البطل ولا راين المالية لا طعن ساعه دوك هذه اخرة تأخيرك شوف شطول الطابور اول شيء مو باسم طابور اسمه لاين ثاني شيء وش اسوي امي اخرتني السلام عليكم عليكم السلام عامر والله انت منتفخ منتفخ انت شوف نفسك كنك غادي لقمة كل عام انت بخير وانت بخير مشينا بخير صوير تعال هلا يا مطلدكم هلا اختي مزنة ما جات من الجوف هلا ما شاء الله جايبه رجله ما شاء الله عندكم اي هالحيل اطلعوا عيالي بيدخلن كلنا خواتنا والبنات كلهن يسلمن علينا السلام عليكم وعليكم السلام بولادي محمد كل عام وانت بخير يا جده وانت بخير وسلامه وانا امك وشو له المقصد كان شوفتك الله يا ربي يعيده علينا وعليكم هذه عيديه وانا امك جزاك الله خير السلام عليكم يا جدة وعليكم السلام والرحمة كل عام وانتم بخير يا جدة من العايدين من الفايزين من أنت يا وليدي ترى شوق في شجر ونقك أنا عامر بن علي أتحداك يا عامر البطل أركض بديتك الجدة البطلة أنا والله بالزرقة كل عام وانت بخير يا أمة وانت بخير وسلامة من أنت ونمك صالح الصلحي ولد سليمان ولد سليمان كل عام وانت بخير يوه وانت بخير وسلامة من انت يا ولد حمد ولد مزنة ولد مزنة كل عام وانت بخير ما عبته هذه شغله يا رجل حمد ولد مزنة هلاه هدوح من ولد القي وشلونك بشرك ما عندك خلاف يا رب لك الحام شلونك انت حامد هلا والله صالح كيف وش هالقطع وين انتم ايش قطعتوا شايفينك بسلام رمضان ها ابيك تمشي بحالك لا انا بمشي انا وصالح وش تمشي بحال ابوه مفاطيح الحين ابوه دق بالنعمه بين تعال بجلس وياك بقطع الوقت انا وياك تعال يا ابن الحلال تعال يا خبز الهمبرجر لا تشغلنا تعال تعال يا حليل وهذا ولدك قل قل قبل عمال بزراني حليلك يلا يلا تاركين المكان لك يا ولد مزنه ابرك وابرك تو ما نفحت علينا همزين النفس كري تعال ابيك اقعد طيب اترك يدي اخاف تطير هلا والله سليمان هلا يا عامر تركوا عنك اقول اسمع انت ها ما احنا شيء جديد متى نشوف عيالك توني ما تزوجت افا يا رجال لسه نشوف عيالك وانت ما عندك الا ذا السؤال كل سنه نفس السؤال تكرره سلامات يا ابوي وش بك انت قبيت بسم الله وراك سوري اركض يا ابوي اركض ولا يهمك اغير لك السؤال اقول وين سافرتوا هالسنه لا يا شيخ ورا ما اعطيك برنت على السنه اللي فاتت كلها سنه من الجوازات والله ما نبقي الا يا شباب روحوا للمجلس البنات يبي يجي سلم من العمانة السلام عليكم عليكم السلام مساكم الله بالخير وعظم الله أجر الجميع وفاة أمنا هيلة الله يغفر له ويرحمه ويسكن جنات النعيم يورالي تنهي همسة هناك تتوزع العيديات الله يبدله دارا خيرا من هالدار يا رب يا كريم ولا تنسونا من صالح الدعاء وتصدقوا عنه ترى ميت يحتاج هالشيين الله يغفر له ويرحمه واعذرونا بي جيناكم باخر يوم من العزاء خبركم هالشي اذا صار فجاه ولا انتم عزيزين وغالين علينا وش بك انت والله انا مشتاق لك ودي امطخك انت اخر واحد اشتاق له بحياتي اوكي وراه مشتاق عند الله السعي وراك تعوذ بالله قول امس وانا بالسوده وانا تذكرتك مر التفت على امي قلت يمه دوري له بنت الحلال وانا شاكي لك قايل لك بتزوج يا اخي اطلع من حياتي انت وش تبي انت يا اخوي ابي لك الخير اذا تبي لي الخير بعد اشوفك اوكي وش ذا انت وش ذا اقارب حنا الظفر ما يطلع من اللحم اقول بس اسمع امس بالسود الله يرجو زين بروت تنك بسويسرا ما نقصنا الا انت ابروح الاستراحه تتخوين وترجع مع امي لا لا ابو خويك وين اصبر بيا عيني خلنا نتعشى اول ونروح جميعنا نسهر هناك
وانت حاسب نفسك على اي اساس؟ لزقه انت لزقه. الا لزقه ابو اسد. المقصد الجمعه، انتم وش بكم تسوون ريمه تبون احد؟ الا تخبرون تحيي مول رقيه. اللهم لك الحمد، يقولون شان هو مرته وطلقه ونحاسه وجتن علومه، يقولون رفله واستغفر الله. الله يستر عليهم. الا من بو الحين بالاستراحه؟ ما ندري. طيب عاد عامل ابي تكفى بيك تصير زبيلي ببلوت، ترى يستحي العب مع غريب. اي واضح انك تستحي. ترى انا ما نعرف نلعب بلوت. نلعب بلاي ستيشن. خربان. كري كري هانت. وش يدك لا الحمك الحين. اهجد. حمد ودعمتي مزنه. ايه عامر، قول لابو عبيد لا عاد يخلي ايجار استراحه في شوال، طفرت يا ابويا. ما شاء الله دوك بلاي ستيشن يشتغل، هذا اللي خربان. ايه واذا ورا ونيم من بذا هو مبرمج كذا خله. ايش ما جاكين؟ ايه ما شاء الله عرفنا على الشباب عامر. ما يحتاج، حنا ثلاث دقائق بنمشي. يلا مشينا. يلا تفضلوا. مو بشمالي. الله يهديك. بس ثم يا راتب ذا. تعالوا يلا حيهم. يا هلا والله. هلا والله. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ يلا حيهم. هلا والله. هذه والله ساعه مباركه. الله يبارك فيك. حي الله ابو ترنقه. ايش قال لك انت؟ ياسر. ونعم. يلا بسم الله علي. لا انا رسال قوي بالاستراحه. ما شاء الله تبارك الله. شلونك؟ دوك تنحت. بسم الله علي. وش بك انت؟ هات دوري. دوك اليمين اول. اقدع. يعطيك العافيه. تعافيك. سم خربانه هاليد. سانكيشن دوك بدله. ايش عطنت ميراتي بس. بسم الله علي. وش بو ذا كشخنا العالي؟ صديق زليت الشاي ولا توك؟ ايدي عليك دفاع بعد. كلنا فرعتي فلوس كوفي الايد. ليش انت ما ياتي؟ ولا تزعن يا صديق، خذ. لا تناظر، انت قلت كفيل، انا ماني بكفيل. وين انا راتب؟ خلاص ولا تزعل يا عيال. يلا يدكم على 250 بحول راتبه. ما في شاي، قهوه، سكر، منديل، كيجي بلا صابون. امي ايه ايش في؟ كفي. انا اسبوعين جايب قهوه وشاي، امداد خلاص. كل رمضان كلام صدق، شاي، قهوه، شاي، قهوه، كله خلاص. خلاص يا عيال اهدوا، ايش فيكم؟ حولوا لي الفلوس ولا اجيب الاغراض. والله لو ما يبقى بالاستراحه الا انت ما احول لك. عاد حداك الكفي البطل. جايبين حلا. بالله يا عيال جربوها، اعطوني رايكم. نفس العادة، قهوة بس محروقة. قايلين لكم قول استراحة بس ما طعتون. حلا لا يا المهيلة. الله حلوة يا عيال. وش فيكم انتم حلوة؟ ايش نوع البن؟ اوغندي؟ كذاب. اخوي عززول الله يرحم والديكم، ترى هو اللي بيعشينا. سلامات، ليش هادينها؟ مرسمين وطقين الكوبرا، خلص العيد. هذه هبة شوال عشان يطلع لك زواج ولا عزيمة ولا عزاء تكون جاهز. اتحداك الهبة كذا النظام. نخش في الحلا. خش. عطيني حقتنا يا اخوتي اللي عازمنا. ام عامر، يا ام عامر نوم يا نوم. سمسم يبه ورايا تسأل ما تردون. الحين الساعة 12، أبعد وشهو؟ أنا برقى نام. اصبر يبا باقي العشاء. ها كل هالبطاير والحلا وبتعشهم بعد؟ يا عيال الوضع بدي يدحدر، من الأحد الجاي رجيم. أي والله يبغى لها كنترول. خلها شهر الجاي، شوال ما نطب له يومك سنة. صدقون أول مرة صالح يقول هذا صح. هيو عشرة زيو ليه تخطلوا؟
احمد ربك جايبين لك اكل انت وياه. اقول كل كل وخلص علينا هذا اكلك. اهدا نكمل الجيم بعدين ناكل. ياوا ايش هذا؟ الشهر الهندي ما قلص. الله له كثير. الواحد يسعى على جاية الأكل يأكل يحمد ربه بعد كده ايش يسوي؟ يشرب شاهي. لا غلطان يكمل نوم. شوف طالة خطاص وين رايح من صباح الله خير؟ وش تبي انت الحين؟ تراني متأخرة. لا واثقة بعد. يلا طلع في ذا الوقت ما فيه. يلا قدامي. اقول انا وراي اختبار. اختبار؟ وش اختباره؟ ما عطلتوا؟ عطلنا ورجعنا ندرس يا العاطل. كم التاريخ اليوم بالشهر؟ 18 شوال ما خلص. اقول انت شكلك مطول. مع السلامة. يلا موفقين ان شاء الله انت والبنات كلهم. صباح الخير لأحلى أب الدنيا. أم عامر، أم عامر، وين الشهر يا أم عامر؟ صلحت اللمبة؟ أوه نسيتها. خلاص يبا أبشر العصر أصلحها. نسيتها. لو أنا باستراحتك أنت وربعك ما نسيتها. أذرف على وجهي. عامر، أبيك توديني اليوم المغرب لخالتك منيرة. بنتها ولدت واختك قلت لها قالت ما اقدر عندي اختبارات. ابشري يمه. الله يسعدك ويوفقك. أنا عامر بودك عند أمه. أسفين الحبيب. ما أبي أسفين يا ماما، ما أبي أسفين. يا أبوي خلاص لا تفنى، أرقص خل أمه. أحلى تهية للحضور. مزورين حفلنا الليلة. ومثل ما عودناكم. كل ليلة نبدأ العد التنازلي بهالوقت، وبعد العد التنازلي الكل يزع قناعه ونبدأ الحفل. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ايش فين؟ وين اصرف هذيك؟
من انت؟ وشلون دخلت هنا؟ انا ابو سمحان. امك ميت؟ وش ذي العائله الملحوسه؟ حنا شركاكم في الحياه، فهمتها؟ لا ما فهمتها. انا اوضح لك. فهمتها. انت موظف شركه الكهرب، بس وراه شكلك كذا ضاربك فلت عالي. ابي انت تبغاني اقلبك قطوه عشان تفهم؟ لا 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 لا، خلاص خلاص فهمتها. المهم انا جاي اخذ ولدي سمحان، وانت ما قصرت، حافظت عليه، كثر الله خيرك. طيب وام سمحان وخاله المنحوس وش وضعهم؟ ام سمحان ماتت من 20 سنة، وخاله الوحيد ميت من 300 سنة. شلون؟ واللي يكلمني ذا منه؟ هذول أعدائي حاولون يخطفون سمحان مني، بيني وبينهم خلاف يخص الجن، وانت ما لك دخل بالموضوع. ما قصرت وكثر الله خيرك. تامر شي يا عامر؟ ناقصك شي؟ ايه، ابي جي كلاس نايت باكج لوحة فردية، وابي يخت في جدة، وطيارة خاصة بالرياض، وقصر بالمحمدية جنب كريستيانو رونالدو، وابي 40 مليون كاش. وين يا ابوي؟ ترى يجني ماني بالوليد بن طلال. خجل وش تسوي؟ اقلب خوي كرنب، والكورة بدل ما هي في الجول اخليها في العارضة. عسى ما تكلفت بس. عامر عامر يمه عنهم واتمنهم دير بد دير بد دير بد دير بد دير بد دير بد. اتحداك الشاورما البطلة، وين عشاي؟ ايش كان طلبك؟ 2 شاورما شطة مايونيز أبعة. الحين وش طلبت؟ 4 ولا 2؟ تنكت انت وجهك، أبعة يعني طبقة واحدة. ماكلة يا الفرامة. اوه هذه الطبقة الواحدة؟ اقول ايش ما تشبع. درج انت درج، وراك تاخذ طلبي. يا مويا كنت جيعان واكلتها سريع سريع، ترى الموضوع صغير لا تكبره. خذ هذه حقتي بالكاتشب. لا يا شيخ تكلني على مزاجك، تعرفني ما اكل الكاتشب بالشاورما. خلاص كل ابو طبقه دي وانا اكل ابو الكاتشب. انا ما اكل بالكاتشب، تبيني اكل عقب ضروسك؟ ها دور مشاكل انت. انت قليل ادب وغير محترم. قليل ادب وغير محترم عشان شاورما وطبقه واحده؟ سري يا بزر. انت البزر يا ورع، دزها بس يا بكايا يا بكايا. ايوه يا بكايا يا ابن حلال، كان مشيت الموضوع، ترى كلها شاورما. اقول دزها انت الثاني، مو باول مره يسويها. اسمعوا لي صيح، هذا شكور كله منكم، بكيتوا عشان شاورما اخس عليكم. اقول اطلع بكايا، تراكم كثرتوا عليه، وشكر صاير حساس. وش عندك انت هنا؟ انت ولده وين اهل؟ يا عيال ما في احد. قل لي يا شاطر مو اسمك؟ خوفته يا شبهه. معلش بابا خذ. دق على ابوك ولا دق على اي احد. جلسة مع الكفو تسوى ملايين، ولا السلايب ما منهم رجال. واللي مخاوى شرواهم مسكين، أنا أشهد إنهم عاشوا في شقا. جلسة مع الكفو تسوى ملايين. واضحة وصريحة، هذا يبينا جلسة مع الكفو. أنا أقول ندق على الشرطة. أبولا أنت بتنكبنا، الولد ميحتي، يعني حنا اللي خاطفينه، كلهم هناك مخ شخش اللي خلى باب استراحة مفتوح، حرام يا الشاورما. يدرس مع أخوي عبدو. طيب اسأل أخوك يمكن يعرفه. وش يدريك إنه يدرس مع أخوك؟ لأن أخوي عبدو يا ذكي معه نفس الكتاب. لغتي. لغتي. ما قدرت بوكسي، كل السعوديين يدرسون نفس الكتاب ذا، جيبه. سمحان بن غيلان
مدرسة عقيل بن أبي طالب الابتدائية. سبحان الخالق، قبل 10 سنين كان عندنا طالب نفس الاسم ونفس الشكل. طيب ما عندكم عنوانه ولا رقم هلا؟ والله للأسف ما عندنا أي معلومات عنه.